في هذه الندوة للدكتورة هدى المحمود حول عنوان العدالة الاجتماعية وأهداف ومقاربتها مع أهداف التنمية المستدامة. طبعا هذا الموضوع أعتقد الكل أو على الأقل الأغلبية مطلع على البيانات السياسية التي أصدرتها القوى الوطنية آنذاك، وبالتحديد جبهة التحرير الوطني البحرانية، والتي يعني كانت تؤكد في نجهة دائما على أهمية العدالة الاجتماعية. في 20 فبراير من كل عام تحتفل البشرية بهذا اليوم استنادا لقرار الأمم المتحدة في دورتها 63 بهذا اليوم، ألا وهو يوم العدالة الاجتماعية. طبعا في هذا اليوم الأمم المتحدة وجهت رسالة للمجتمع الدولي مفادها بأن كفالة العدالة الاجتماعية للجميع هي جوهر تحقيق التنمية وصون كرامة الإنسان. من هنا يجب الإشارة إلى أن الدول الاشتراكية آنذاك لعبت دورا مهما ومؤثرا في صياغة العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في العام 1966، مما كان له الأثر الكبير في الاهتمام بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لجميع شعوب العالم. فموضوع العدالة الاجتماعية وأهداف التنمية المستدامة قد فرض نفسه من جديد على أجندات الدول والمجتمعات وبالخصوص العربية، بعد أن خرجت الجماهير مطالبة بالإصلاحات وبالخبز والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وهذه المطالبات ليست جديدة في ظل التفاوت الطبقي الشاسع، علما بأننا في البحرين ومنذ البرنامج الصادر عن جبهة التحرير كما نوهت سابقا الوطن البحراني في العام 1962 من القرن الماضي كان للجبهة رؤية مقاربة لرؤية الأحزاب الشيوعية والعمالية حول العدالة الاجتماعية وردم الهوة بين الطبقات بالتوزيع العادل للثروة والقضاء على البطالة وزيادة مداخيل الفقراء والحفاظ على مؤسسات القطاع العام من النهب والفساد. فالعدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي اجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع، أي توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خيرات المجتمع. فالعدالة الاجتماعية تهدف إلى التوزيع المتساوي للموارد لضمان بأن الجميع لديهم فرص متكافئة للتطور الاجتماعي والشخصي. فالعدالة الاجتماعية إذن هي الهدف الذي تنشده البشرية، وهي أسمى الغايات، وهي قيمة من القيم العليا الرفيعة التي ضحى من أجلها البشر وما زالوا يضحون. وعلى هذا الأساس تعتبر العدالة الاجتماعية حق من حقوق الإنسان الأساسية التي بدونها تصبح باقي الحقوق غير مكتملة. كما أن العدالة الاجتماعية تقع في صلب مطالب التغيير والإصلاح في المنطقة بسبب الإخفاق في تحقيق التنمية القائمة على العدالة الاجتماعية. فشرعية أي نظام حكم ترتكز على عدم الانخراط في سياسات تكرس الفقر والتهميش والإقصاء وعدم المساواة. فشرعية أي نظام حكم إذن تكمن في قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، وهذا لن يتأتى إلا إذا وجدت الإرادة السياسية. كما أن التنمية المستدامة تستوجب القضاء على أهم مصادر الحرمان من الحرية كالفقر وانعدام الفرص وإهمال الخدمات العامة ومظاهر القمع السياسي. وعليه فإن المؤشرات التي نقيس بها التقدم في أي مجتمع نحو تحقيق التنمية تتعلق بقياس نسبة الفقر ومعدلات البطالة واللامساواة والحرمان من الخدمات والسلع العامة. من هنا يمكننا القول بأن أحد أسباب الحراك الاجتماعي الثوري الذي تشهده المنطقة
منذ اندلاع ثورة تونس في العام 2010 هو غياب العدالة الاجتماعية. فمبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافل الفرص الذي يمثل حجر الأساس في العدالة الاجتماعية يعد الفريضة الغائبة في البلدان العربية، وعليه نحن في حاجة إلى نمط جديد في التنمية يتجاوز أهداف النمو الاقتصادي إلى تلبية احتياجات الناس بالتنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية مجتمعة، وإعادة النظر في الحدين الأدنى والأعلى للأجور. من هنا فإنه لا تنمية بدون عدالة اجتماعية تحضر التمييز وتوفر الفرص بتكافؤ وتكفل التوزيع العادل للموارد والأعباء وتوفر الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي وتوفير السلع والخدمات العامة للفئات التي تحتاجها، والانتقال بالعدالة من مجرد شعار إلى برنامج عمل. الآن أترك الموضوع كاملا للدكتورة هدى لتحدثنا حول هذا الموضوع، فلتتفضل. شكرا لك. مساء الخير. طبعا أنا يعني تواجدت معاكم كثير من المرات، بيشرفني أني أتواجد معاكم هالليلة حول نفس الموضوع. نذكر يعني السنة الماضية أيضا تواجدت في هذا المكان عشان نتكلم عن العدالة الاجتماعية بمناسبة طبعا اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية. اسمحوا لي أولا أن أنا يعني باخذ منحة في الحديث ربما محبط واحتملوا جرعة التشاؤم. إيش تشاؤم؟ أنا أعتبرها الواقعية الفجة، لأن يعني إحنا أعتقد أن إحنا لسنوات طويلة ولقرون وقعنا في شرك، وهاي الشرك طبعا يعني مقصود فيه الناس تقع فيه على أساس أن هي تلهي عن يعني أشياء كثيرة أعمق وأكبر تصير. أنا أقول أن اليوم العالم كله يعني قصدا وعمدا ولن ينحو إلى العدالة الاجتماعية، لسبب أساس أن العدالة الاجتماعية تهدد مصالح كثير من المتنفذين وأصحاب القرار اللي هم قلة جدا في العالم. المجاميع البشر في العالم كله اللي تسعى إلى العدالة الاجتماعية يتركون لها مجال أن هي تتحدث فيها، مثلها مثل يعني أشياء كثيرة. وفوضوا في هذه المؤسسة اللي سموها الأمم المتحدة. وأنا رؤيتي الشخصية إنه الأمم المتحدة لم تتحد في شيء إلا علينا. وعلينا علشان أنا بس أفسر شنو علينا، هاي طبعا تفسيري أنا الخاص. علينا هو المجاميع الكثيرة في هذا العالم، ليس في الوطن العربي وليس في البحرين وإنما في العالم كله، المجاميع الكثيرة التي هي مسلوبة الإرادة، ليست صاحبة قرار ولا يسمح لها بأن تتخذ قرار، سواء كانت في دول ديمقراطية أو دول شبه ديمقراطية أو دول منعدمة الديمقراطية فيها. حقيقة الأمر أن متخذي القرار هم فوق، هم الأشخاص المتنفذين الكبار الرأسماليين اللي كل شيء في العالم يصب في مصلحتهم. والمجاميع الكثيرة اللي احنا من ضمنها، وبالتالي أنا دائما أحب أن أشير إلى أن الأمم المتحدة أمم متحدة بين قوسين أحطها علينا، لأنهم أنتوا لاحظوا بيتحدون على ماذا؟ على ماذا هم متحدين؟ ولا شيء متحدين، لأن هم نفسهم اللي طلعوا قرارات حقوق الإنسان من العهود الدولية اللي أجبروا الدول أن تتوقع عليها، دول بذاتها لم توقع ولن توقع. هم ذاتهم الدول أوكي، اللي سواء صغرت أم كبرت الدول ذات سيادة أو غير سيادة، كلهم يتمصلحون أنا أسميها من غياب العدالة الاجتماعية. ليست في مصلحتهم أن تقر العدالة الاجتماعية، كما أن من مصلحتهم أن تظل المجاميع الكبيرة من العالم في حالة، ليست في حالة موت وليست في حالة حياة وليست في حالة رفاه وليست في حالة يعني مرحلة بين المرحلتين. ليش؟ لأن هم محتاجين هذه المجاميع الكثيرة على أساس تستهلك وعلى أساس يعني تزيد
عن طريق استهلاكها ثرواتهم، فهم يوصلونهم إلى مرحلة قريبة الموت، لكن يطلعون لهم أشياء ترجعهم مرة ثانية، بس أبدا ما يكونون في مرحلة أن هم يقفون، بحيث أن هم يعني دائما في حالة إنهاك، يجعلون المجاميع الكبيرة في حالة إنهاك. ليش أنا متشائمة وليش أنا أقول؟ طبعا الأمم المتحدة، أنا ما هاجم الأمم المتحدة علينا، أنا أقول الأمم المتحدة هي مؤسسة فيها داخلها أشخاص يعملون بأجر، وهم يراعون أكل عيشهم وأجورهم، ليسوا هم متخذي القرار. يعني يكفي لما نعرف أن الأمم المتحدة كبرها نص دخلها يجي من أمريكا، فما أعتقد أن هي بتسوي شيء على أساس أن هي ضد نفسها. على كل حال، أنا اللي خلاني أتكلم عن هاي، بس مقدمة علشان يعني أطر الموضوع اللي بتكلم فيه واللي سبق أن أتكلمت فيه، واللي يعني من العام إلى السنة حدث المنحنى قاعد ينزل. يعني المفترض ترعم، فحنا شو نسوي؟ المفروض أن إحنا نخرج من دائرتهم الضيقة وندخل في مسألة أن إحنا يوم العدالة الاجتماعية نسميه، نحتفل باللا عدالة الاجتماعية، لأن في الحقيقة هو ما يحدث هو لا عدالة، وإحنا نتماشى معاهم في أنهم يرضوننا، يرضون غرورنا، يرضون مسألة يعني أن إحنا نكرس أمور كثيرة، بس هي كلها في النهاية تبقي توازنات، كلها يعني ما لا تؤدي إلى شيء. فالحقيقة أن يوم العدالة الاجتماعية هو يكرس يوم للا عدالة الاجتماعية، مثل ما الطفل، مثل ما المرأة، مثل كل هذا اللي يسوونه كله، بس مجرد أنه يجعلون مادة للناس على أساس تتحدث فيه وتسعى فيه وتعمل فيه شيء، لكن هو في النهاية وهم يمهدون السبيل حق الناس أن هي يعني تتكلم عنه وتعمل مؤتمرات، ويا ما حضرنا مؤتمرات، وفي النهاية طبعاً إحنا يعني مثل اللي يلف على نفسه، يدور على نفسه والأمور كما هي. anyway الشعار السنة هذا اختاروا حق العدالة، يوم العدالة الاجتماعية، هو تحول عادل إلى المجتمعات والاقتصادات المستدامة بيئياً. هذا هو شعار السنة حق اللي هو يوم العدالة الاجتماعية. طبعاً ليش؟ لأن هم أدركوا إنه توحش العولمة، الاقتصادات اللي استنزفت الناس وقاربتها إلى مرحلة العدم، ارتفاع مستوى الفقر. يعني من 95 لما أول مؤتمر عقد، ليس يعني صحيان أو يقظة أو يعني أي قيمة نبيلة إنسانية من الأمم اللي اجتمعت في الأمم المتحدة، وإنما لأنهم استشعروا الخطر على اقتصادياتهم، لأن شافوا أن المجاميع في العالم كله التي هي مستهدفة علشان أن هي تستهلك، أوضاعها سيئة، البطالة، الفقر، التهميش إلى آخره. فمن اجتمعوا في 95 وقرروا أن يطلقون على عقد من 2000 إلى 2015 اللي هو حق التنمية، يعني أهداف التنمية، وسموها أهداف الألفية للتنمية، وكانت أهداف كمية، بمعنى أنه اللي ما عنده مدارس، اللي ما عنده مستشفيات، اللي ما عنده منازل، اللي ما عنده. وهنا طبعا تسيدت، مثل ما تعرفون تسيدت دولنا، لأن هذه كان كله محسوم وكله موجود عندنا. إلا رغم ذلك طبعا اللي صار أنه الفجوة في الفقر ازدادت. يعني هذه بروحها مؤشر لازم يلفت النظر، يلفت نظر الناس كلها، يعني شو اللي قاعد يصير بالضبط؟ الفجوة بين أفقر وأغنى 50/5 من سكان العالم في سنة 60 كانت بمعدل 1:30، هاي في سنة 60. في سنة 2000 ارتفعت الفجوة إلى 1:74. يعني هني لازم نقارن الحين كل اللي قاعد يصير يسوونه الأمم مجتمعة أم غير مجتمعة، وأنا لازلت أصر أنهم مجتمعين علينا وليس معنا. ماذا يفعلون؟ ما الذي أدى بالضبط إلى أن يرتفع الفقر بهذا الشكل الوحشي ويبتلع في وسط ناس؟ وبدل ما تخف رغم كل الجهود المبذولة، عشان كذي أنا أقول أن كل هاي الجهود جهود تمثيلية وليس جهود حقيقية.
الأمم المتحدة طبعا على فكرة يعني في هذا الموضوع يحضرني بوكيمون مسكين مال بوكيمون صار له مسكين ناس وايد تولوه في السوشيال ميديا يضحكون منه ويسوون عليه لأنه هو يعني يأسف ويقلق وما أعرف شنو فاستهزأوا فيه. الحقيقة هو أنا أقول يمكن ثقافته هو يعني ثقافة إنسانية وهو في على رئيس مؤسسة كبيرة المفترض أن هي تمد يد العون وهو يدرك عجزه تماما يدرك عجز المؤسسة اللي هو فيها فهو هاي الشيء الوحيد اللي يقدر عشان بس يرضي إنسانيته أنه يقلق ويتألم. لكن ما حد أوكي التفت إلى وحشية التصرف اللي تصرفه كوفي عنان اللي هو كان الأمين العام السابق للأمم المتحدة قبله. ذاك الساعة ما كان في سوشيال ميديا ولا كان في تسليط أضواء عليه في موقفه من المذبحة اللي حدثت في رواندا بين الهوتو والتوتسي لما أكثر من 500,000 غطى النهر وجثثهم ما كانت ممكن تغرق من كثر ما هم كانوا مرصوصين على بعضهم تغطى النهر ولما طلبوا منه التدخل قال ما يستحق خلهم لين يفنوا بعضهم وهاي حقيقة اللي حدث. ما حتكلم عن دور الأمم المتحدة ولا دور البشع اللي وقفه كوفي عنان لأن كانوا يدرون هم على مدى الزمن يدرون أن هم ما عندهم يعني قرار. فإذا تتخيلوا على أعلى مستوى في المنظمة العالمية ما في متخذين قرار فمن هو عيل متخذ القرار؟ طبعا منظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير قالت أن نحن نواجه في العالم أزمة اجتماعية عميقة وأزمة كبيرة تتعلق بالعدالة الاجتماعية لأن بعد من 2000 إلى 2015 عقب ما حطوا 8 أهداف حق التنمية وسموها أهداف الألفية وسجلنا إحنا الدرجات القصوى في إن إحنا عندنا المدارس وعندنا المستشفيات وعندنا البيئة التحتية وعندنا اكتشفوا إن اللي سجلناه مجرد إنجازات رقمية ولكن نوعية كانت متدنية نوعية الحياة تدنت. اجتمعوا في 2000 العام اجتمعوا في 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة وقالوا إن إحنا بنستفتي الناس وبنشوف شنو اللي يبونه وعلى أساسه بنقرر أهداف سموها أهداف التنمية المستدامة Sustainable Goals حق التنمية كلها يعني ممكن تحطون العدالة الاجتماعية غطاء وهذه الأهداف 17 من 8 توالدت 17 هدف هم تغطيهم أو تؤطرهم مسألة غياب وضياع العدالة الاجتماعية. لا زال الفقر يتصدر هذه الأهداف. طبعا هو بالنسبة حق الأمم المتحدة الهدف هو مجرد هدف عام كبير تنزل تحت غايات اللي هي الأهداف الخاصة وتحتها وسائل وكيف ومتى ومن سيمول وكيف تعمل إلى آخر. ولكن حتى رغم المهنية والدقة فهم يفشلون. أعتقد أنهم يدرون من البداية أن استحالة هاي الأمور. الفقر، الجوع والأمن الغذائي، الجوع في العالم، الصحة، التعليم. ما عاد الإنسان يتكلم عن الصحة، نتعلم عن نوعية الصحة. الناس يعني حتى الأمراض الحين قامت تتحدى. يعني كل ما اكتشفوا كل ما ارتقوا في مجال الصحة والتطبيب والوقاية كل ما صار حق الأمراض تعديل وراثي وطلعت لهم بأشكال جديدة وقامت تتحداهم. وأعتقد جزء منها هي لأنه أحياناً يعني هي مش لأنه نظرية المؤامرة أو شيء لا بس نظرية مثل ما قلت لكم فجاجة الواقع أنه اكتشفوا أن المشكلة الحقيقية حق البشر أوكي هم البشر نفسهم. يعني لما قعدوا وناقشوا يعني شنو هو مشكلة البشر فاكتشفوا أن البشر هم مشكلة البشر بمعنى أعدادهم المرتفعة. احنا عندنا حين 7 مليار في العالم مؤهلين يكونوا 9 مليار في ظرف يمكن أقل من 10 أو 20 سنة بهذا الأرض ما تستوعبهم. فأنا أعتقد أجزاء يعني ومثل في الأول كانت يعني تصحيح
طبيعة صح نفسها بنفسها، يا أما في حروب يا أما في أوبئة يا أما، بس الحين ما عاد يعني التقدم الصحي قلل من الأوبئة، فأصبحوا الآن يعني يفتعلون الحروب ويفتعلون الأمراض أملا في أن تحصد. يعني أول كانت الكوليرا الإنفلونزا حتى غير الطاعون إلى آخره تحصد ملايين، ما عادت الملايين تموت، فهذا ما قاعد يرضي يعني اللي فوق إنه لازم البشر يخفون بطريقة ما يجب يخفون، وهاي كل اللي تشوفونه الاند ريزلت من المحاولات. نوعية التعليم طبعا يعني ما حد بيله حكي على نوعية التعليم، مساواة بين الجنسين وتمكين النساء، المياه وخدمات الصرف، الطاقة، النمو الاقتصادي، الطاقة بالذات هذه الطاقة يتلاعبون فينا، يمكن الاقتصاديين بعد يفهمون أكثر مني، يتلاعبون فينا في مسألة الطاقة. يعني الخليج ذي كله، الخليج العربي ممكن يستغني عن البترول تماما، يستغني عن البترول تماما ويحطه بس مجرد يعني سايد صرف، لو اعتمدوا على مصادر الطاقة الثانية واستغلوها. وممكن وفيها يعني رغم كل اللي ينقال عن مسألة الصعوبات إلى آخر، ممكن اللي هي الطاقة البديلة طاقة الشمس، عار علينا أن أوروبا وأمريكا اللي ما تطلع عليهم الشمس هم اللي يعني رواد في هذه، لكن المحاولات كانت في هذه المنطقة أن تصير ومنعت، منعت أن تصير لأن يجب أن يكون البترول علشان يشكل أزمة، علشان يتحكمون في أسعاره، علشان علشان علشان، فهي في هناك شيء وراء الشيء. النمو الاقتصادي طبعاً، البنية الأساسية، الحد من انعدام المساواة، هاي كلها نحن نقرأ لكم الأهداف 17 اللي قالوا أن علشان تتحقق العدالة الاجتماعية يجب أن تؤخذ هذه الأهداف بجدية، تتبناها كل دول العالم سواء متقدم أو غير متقدم، على أساس أنه وتفعلها وتلتزم فيها بأوقات معينة، ووضعوا لها 2030 لازم هذه الأهداف. يعني مثل ما أنا أتذكر لما قالوا الدكتور قالوا سندرون على الصحة للجميع، الصحة للجميع وإنه بأن إحنا حتى اللي كانوا صاحين مرضوا. وبعدين تغيير المناخ، المحيطات، التنوع البيولوجي والتصحر، ثم السلام والعدالة. لاحظوا أن الأمم المتحدة حطت السلام من ضمن الأهداف مالت التنمية، يعني لا يمكن أن تكون تنمية بدون سلام، وأعتقد واضح أن السلام الآن يسود العالم كله. والشراكات، الشراكات على مستويين، شراكات بين الدول كلها، أوكي. طبعا الشراكات لا تعني تبعية، تعني الشراكة الحقيقية، ومفهوم الشراكة أصلا مختل، لأن إحنا اللي عندنا الحين تبعية ما عندنا شراكات، شراكات في بين دول العالم، ناهيك عن طبعا الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والحكومات القائمة في المجتمعات. هذه يعني في فجوة مثل الثقب الأسود اللي في الفضاء بين وبين طبعا الحكومات بسبب انعدام الثقة وانعدام الاهتمام وانعدام التصور الحقيقي حق مدى إسهام، لأن الأمم المتحدة أكدت في أكثر من مؤتمر أنه هذه الأهداف 17 ما ممكن أنها تتحقق إلا إذا منظمات المجتمع المدني، لأنها أساساً مكونة من الناس الموجودين، هم أسهموا، هم أسهموا فيها بشكل أو بآخر بشراكات مع طبعاً القطاع الرسمي. بس القطاع الرسمي قلت لكم فيه هو يعني يبي لها جسر، بس ما أعرف شنو اللي يجسرها بالضبط علشان تكون الآن. أعتقد يعني أنه في عندي بس عشان يعزز نظرتي الواقع للواقع الفج اللي إحنا فيه، المؤشرات، المؤشرات اللي تدلل على أن إحنا نازلين في منحدر، المنحنى يعني كلمالة في انحدار. 80% فقط من سكان العالم اوكي ما تغطيهم اي يعني خدمات صحيه، يعني ايا كانت. العاطلين في العالم ارتفع عددهم بمقدار 5 مليون هاي في 2013. 23 مليون عامل في سوق العمل اوكي خرجوا من سوق العمل، حوالي 23 مليون عامل.
المتوقع أن يرتفع هذا العدد أو عدد الباحثين عن العمل بمقدار يزيد على 13 مليون شخص بحلول عام 2018. هاي طبعا أرقام جايبينها من لايلو اللي هي العمل الدولية. بلغ العاطلين عن العمل في الفئة ضمن الفئة العمرية 15 إلى 24 74 مليون ونص. في السنة الماضية عاش حوالي 839 مليون عامل وأسرهم على أقل من دولارين في اليوم، أقل من دولارين في اليوم. قلت لكم هذه النظرية أن نص ميتين ونص حيين، هاي المعادلة التوازن اللي هم يحاولونه، يعني الناس ما تموت بس ما تعيش. أوكي. تفوق النساء المسنات الفقيرات. طبعا هو الأمم المتحدة من زمان قالتها أن المرأة أن الفقر له وجه امرأة، فحتى بالنسبة حق المسنين النساء المسنات 70% منهم فقيرات بالنسبة حق اللي هو الرجال. الطفلات طبعا ثلثين الأطفال محروبين من التعليم الابتدائي، والنساء يشكلون 70% من فقراء العالم كلهم. الأرقام يعني كثيرة ومحبطة. طبعا بالنسبة للوطن العربي أو الدول العربية، ما أعرف في وطن عربي، الدول العربية التقارير كالعادة يعني يا أما مفتقدة يا أما من جهات رسمية مشكوك فيها يا أما مختفية تماما. تقرير حق بنك كريدي سويس سويسري يقول بداية هذا العام أن ما لا يقل عن 48% من الثروة الخاصة في لبنان تتركز في أيدي 8900 مواطن فقط، وهم يشكلون 0.3 بس من السكان في لبنان. مصر كذلك، تونس كذلك، نسبة الفقر عندهم في تونس 30%. نسب البطالة عالية جدا، يعني نسب البطالة هذه حسب التقرير الأخير حق منظمة العمل العربية، البطالة في الشباب بين الشباب في العالم 2013 اوكي 19% في المغرب، اكثر من 22% في الجزائر، 25% في مصر، 30% في الاردن والسعوديه، يعني 30% في الاردن والسعوديه، و40% في الاراضي الفلسطينيه، واكثر من 42% في تونس. معدلات الاجور طبعا عندكم هنا اقتصاديين تعرفون تحديد الحد الادنى ما في، وتراجعات يعني لأنه مو محدد، فالناس يعني أنا عارف السعودية ناس معاشاتهم 50 دينار، السعودية بلد الأول منتج وهو سعوديين طبعا، ما تحميهم أي ضمانات، ضمان الاجتماعي عندهم منهار ما يغطي أحد، لازم ضمانهم الاجتماعي عجيب، الشخص لما يسجل في نظام العاطلين لازم يسجل كل شهر لازم يجدد بياناته، ولازم يسجل بياناته أونلاين، ولما يدخل أونلاين يقول للنظام عطلان، إذا ما سجل في شهر ينلغي ملفه ويقول له خلاص. فخلاص هذه طالت يمكن حوالي مليونين من العاطلين، ما أدري بالضبط من اللي يستلم عندهم. في شيء يسمونه الاقتصادات لازم تحترم حدود قدرة الكوكب، عشان كذا أنا أقول لكم إن في إرادة سموير في هاي العالم تقول إن لازم العالم ينقص، لأن في خلل الآن بين حدود قدرة الكوكب وما يمكنها من إعادة استمرار اعتماد رفاه الإنسان في العلاقات الاجتماعية. بالعدد الموجود الآن في الكوكب لا يمكن أن يكون في هناك رفاه، لا يمكن أن يكون في رفاه لأن العدد كبير. فبالتالي something شيء ما يجب أن يحدث. وقلت لكم يعني المجتمع هذه يمكن يعني أحد يدري فيه، عقدوه بيل غيتس، عقدوه نخبة النخب، كانوا قليلين جدا، نخبة النخب عقدوه على أساس يتداولون في شنه مشكلة العالم الأصلية. فبعد ساعتين من الاجتماع قالوا أنهم طلعوا بشيء، إنه قالوا أنه بعبارة واحدة أن مشكلة البشر هم البشر أو أعداد البشر، هاي المشكلة الأساسية.
فبالتالي أنا أعتقد كل اللي صار بعدين يعني هو أشياء معينة ترتبت على هذا. طبعا هذه بالنسبة لي الأمم المتحدة وإدراجها في مرة احنا قعدنا نتناقش على مسألة الأهداف التنمية المستدامة وكيف راح تتحقق. عقد مؤتمر في مايو 2015 في البحرين، عقدوا الأمم المتحدة على أساس أن يبحثون التمويل، لأن هذه الأهداف كلها كبيرة ويحتاج لها تمويل، ومن أين يحصلون على الأموال. المفارقة أنه المؤتمر اللي عقد في البحرين عقد مجرد كمقر، ولكن لم يكن يعني البحرين، لأنه قالوا أن البحرين من ضمن الدول التي تستطيع أن تمول، فهم كانوا يبحثون مشكلة الدول الفقيرة اللي في أفريقيا وغيرها، أنه كيف نحصل. وجمعوا عدة ملايين، يعني من مئات الملايين، على أساس أن يصرفونها. أنا أعتقد أن الخليج كله الآن متورط في مسألة التنمية أو أهداف التنمية أو تحقيقها، وطبعا هو من باب الضرب في الخيال أن نقدر نحقق شيء إلى العام 2030، لأن إحنا نشهد تدني كبير، مش بس في الخليج طبعا، في كل الدول العربية على مستوى حتى يعني ازدادت أعداد الأشخاص الخارجين. يعني في عندنا حوالي يمكن 20 مليون طفل عربي خارج مقاعد الدراسة، لأنه ما عنده، مو لأنه ما يبي يدرس، بس ما عنده مقعد، ما في مقاعد دراسة. فإحنا حين مو نحن نبي نلتفت حق النوعية الأهداف، إحنا حتى الكم مالها قاعد يتراجع، لأنه يزداد العدد الناس وما قاعد تستوعبهم. المستشفيات ما قاعد تستوعب، المدارس ما قاعد تستوعب، طبعا ناهيك عن مناطق الحروب، مناطق الدمار، هذه يعني خلاص يعني أي تنمية فيه نتكلم عنها. حددوا محددات، قالوا على أساس أن هي يعني نقدر نحقق هذه التزامات التنمية. ما هي؟ أن القضاء على الفقر المطلق. أنا من أسمع القضاء والمطلق وبشكل كامل تنتابني ريبة شديدة، يعني مو بس ريبة، يعني أحس أن الكلمات هاي موضوعة بمعنى أنها لن، يعني كأنها أداة نفي في حد ذاتها، بس موضوعة بشكل لطيف. يعني لا يمكن القضاء على الفقر اصلا، ناهيك عن انه يكون بشكل مطلق. شنو يعني بشكل مطلق؟ ما يحتاجون الفقراء اصلا، الفقراء يجب ان يكونوا موجودين. دعم العماله الكامله باعتبارها احد الاهداف الاساسيه للسياسه العامه. استخدام كلمات انشائيه لا تعني شيء. تشجيع التكامل الاجتماعي القائم على تعزيز جميع حقوق الانسان. وما شاء الله يعني الناس الحين حقوق الانسان قاعد تشكل يعني بؤره الاهتمام بالنسبه للجميع. وأنا اكتشفت بعد أنه يعني يمكن إحنا عندنا وضع خاص ونشكو، ولكن ترى انتزاع حقوق الإنسان أو منازعة الناس لحقوق الإنسان في كل المجتمعات، تقدمت أم تأخرت، قشرة التقدم اللي يدعيها الغرب هناك تحتها يعني لا عدالة اجتماعية كبيرة كبيرة، يعني ورا مسألة حريات ويقدرون يتكلمون في الصحف ويقدرون يتكلمون في الميديا ويتكلم، ولكن في الحقيقة هم شعوب منهكة تماما. تستيقظ الخامسة صباحا وما تنام إلا الساعة 12 في الليل لتعاود هذه الدورة حتى تستطيع أن تحيا، لأن إذا ما عملت بهذا الشكل المنهك فلن تستطيع أن تحيا الحياة الكريمة، وممكن تحت أي رهن معين تفقد هذه. يعني في مرة راوا صورة حق ملعب كرة قدم كبير، تعرفوا ملعب كرة القدم الأمريكية كبيرة وضخمة، حولوه إلى ملجأ مسكن لأسر بأكملها، رجال ونساء وأطفال، لأنهم هاي ضحايا الرهن. يعني تعرفوا أنه يشترون بيوتهم وذي بالرهن، فطبعا عجزوا بسبب مرض أو بسبب فقد وظيفة، فعلى طول الدول العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان على طول لما يفقد الإنسان عمله أو يمرض ما يغطيه، طبعا لا يغطيه تأمين صحي إذا فقد وظيفته ويفقد كل شيء. فمن أهم أسرة متوسطة ببيت وسيارة وتأمين صحي إلى هوملس قاعدين في الشارع ما عندهم، خلاص سحب منهم كل هذا، فاضطروا يفتحون هذه الملعب على أساس يسكنونهم فيه لأنه ما في مكان في الشارع هم الحين. فأنا أعتقد أن المعاناة، عشان كذي قلت لكم أنه
معاناة الناس، مجاميع الناس الكبيرة هي اللي من مصلحة هذين المتنفذين اللي فوق، إنه نبقى نص أحياء ونص أموات، نص شبعانين ونص جوعانين، على أساس نحقق أهدافهم. طبعاً تمكنت 147 دولة، هذه يعني من الأمم المتحدة، أن أمنوا مياه صالحة للشرب، ما أعرف شنو، يأمنوا مياه صالحة للشرب في يوم، ويوم ثاني يوم ينسفونها وتنتهي كل هذه الأمور، فتبقى مجرد إحصاءات. وشيء الأساس أنه بعد هذه شيء يعني وايد في الإحصاءات، أعتقد في مرة خبير إحصائي قال خلقت الإحصاءات للكذب، لتبرير الكذب. فلما بنزين شيء فلازم ان احنا نعطيه نحطه في هيئه احصاءات، والاحصاءات والمقاييس والمعدلات. لما يقول لك معدل، يعني مثلا معدل الحياه في البحرين من المعدلات المتوسطه الجميله، يعني اوكي في البحرين كما هي في كل الدول الاخرى، بس هل يعني هذا ان الناس عايشين بشكل يعني صحيح؟ لا. والخداع الاكبر طبعا ياتي من هذه المعدلات. فهني بالنسبه حق المتوسطات، لما يقولون متوسط الدخل ومتوسط، المتوسطات في طبيعتها تحجب التباينات وغير كافيه علشان نستخدمها كقياس للتقدم او رصد اهداف التنميه. ما ممكن، الشيء الوحيد اللي خلينا نرصد ان اهداف التنميه تحققت هو نشوفها بعيننا في وضع الشخص، في بيته، في اسرته، في شارع اللي فيه، في ماء الشرب اللي يشربه، في السياره اللي يركبها، في صحته. اوكي، بدون ما يقولون لنا المعدل الحياه ارتفع، مثلا معدل الاقتصاد في البحرين ارتفع وحياه الناس انزلت، هاي شلون نحل المعادله؟ وعندنا طبعا اقتصاديين، هاي مجالهم، انا يعني اتطفل على هاي المجال. قايلين انه ينبغي ان لا يشمل جمع البيانات المتعلقه باهداف التنميه المستدامه المتوسطات الوطنيه، ما يبون المتوسطات الوطنيه او الاحصاءات الاجماليه اجمالا، لان هاي التضليل يحدث في هذه. بل يجب ان يشمل اي وضع اشد الافراد تضررا او حرمانا، وأوجه عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية، وتحديد التمييز المتواصل في القوانين والسياسات والممارسات. هذه هني نقيس فيها، قالوا يعني العدالة الاجتماعية وتحقق بعض وليس كل أهداف التنمية. إذا غيرت في حياة الناس مثل ما سووا في البرازيل، رفعوا نص طبعا الشعب اللي كان يعني ملايين كانوا تحت خط الفقر، ارتفعوا فوق خط الفقر، فعلا تحسنت اوضاعهم، حصلوا لهم شغل، حصلوا لهم لقمه نظيفه، حصلوا لهم بيت نظيف، قالوا فعلا ان في اهداف من التنميه، يعني امكن خفض، طبعا مو القضاء على الفقر بشكل مطلق لا، وانما خفض على الاقل عدد الفقراء في الدوله. طبعا ناهيك عن هاي يعني معناته انه يكون كل ما انخفض عدد الفقراء او عدد الفقراء او استقرت اوضاع الناس، كل ما طبعا ساد السلام والاستقرار في المجتمع. يعني هي عملية يعني متصلة. طبعا رصد البيانات عملية شاملة وشاقة، وتحتاج إلى شفافية، وتحتاج إلى مساءلة، وتحتاج إلى وضوح، وهي طبعا ما موجود في العالم كله، مو بس احنا عندنا، احنا اوكي ما بنجلد ذاتنا، ما بنقول احنا، لكننا في كل العالم. تسرب البيانات التي يراد لها أن تسرب، تسرب المعلومات التي يراد لها أن تسرب. حتى ويكيليكس هذه أشك أن وراها شخص مخلص يريد أن يظهر بيانات. لما تلاحظون تسلسل المعلومات اللي تطلع في أوقات معينة هي تخدم أهداف معينة وتخدم أحداث معينة وموجهة، العملية كلها موجهة. طبعا بالنسبة حق المجتمع المدني مثل ما قلت لكم بدون ما أطول عليكم، المجتمع المدني لا يجد له موقع قدم الآن في أن يسهم، رغم تأكيد الأمم المتحدة مرارا وتكرارا أن المجتمع المدني بكافة منظماته سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، قالوا أن هي حجر الأساس في مسألة تحقيق
إذا كان في تحقيق حقيقي حق اللي هو التنمية المستدامة. إحنا اللي صار أنا قلت لكم ابتداء من المؤتمر اللي عقد في مايو كان في مقرر أنه يعقد مؤتمر أيضا في ديسمبر بس ما عقد، وهذا دليل على أن حيرة مو بس البحرين، حيرة الخليج كله، لأن المؤتمر اللي في ديسمبر كان بيعقد على أساس جامعة الدول العربية، في شيء للحين موجود اسمه جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية كانت بتعقد مؤتمر في البحرين، البحرين ما مدعوة له، يعني منظمات المجتمع المدني بأكملها لم تكن مدعوة له، مع أن هو داعيين لمنظمات مجتمع مدني من خارج البحرين. في تناقضات وإحجيات غريبة قاعدة تصير، لكن لم يعقد هذا المؤتمر ببساطة بسبب أن أعتقد أن أهداف التنمية لم تعد يعني أولوية حاليا، يعني عندهم حروب وعندهم تقشف وعندهم خفض في أسعار البترول إلى آخره. بختم بشيء واحد وأعتقد أن هذه هو أساس وزبدة الموضوع، أنه العدالة الاجتماعية هي ليست أمنية ولا حلم. العدالة الاجتماعية هي جزء من منظومة تقع ضمن تصور أو رؤية، في شيء اسمه الرؤية اللي هو الفيجن. كل النجاحات اللي تحققها سواء الأفراد أو المؤسسات أو الدول تقع في فئة اللي يعني كونوا لهم رؤية، والرؤية هذه تقول لهم ان انت احنا شنبي بالضبط. اوكي، انا من هذا المكان واقول لكم ان معظم الناس يمشون في الدنيا كلها بدون رؤية، معظم المؤسسات تمشي كلها بدون رؤية، معظم الدول والحكومات تمشي بدون رؤية. احنا نمشي بالبركة. البركة موديل يمكن كان ينفع في فترات معينة بس الآن ما عاد ينفع. طيب لو نبي احنا، سئلوا مسؤولين حتى في البحرين قالوا لهم شنو يعني رؤيتكم، شنو أساس الكور مال رؤيتكم أو النقطة الأساس، قالوا إن رؤيتنا إن اللي يقولون لنا ننفذ الأوامر، ننفذ يعني اللي يعطونا برامج ننفذ. شلون يعني تنفذون حق مين؟ قالوا نفذ لأن مسؤولين لازم نراجع، ولازم تاهوا في متاهة. غاب عن ذهنهم شيء بسيط، إن الرؤية إذا لم يكن في أساسها وداخلها الإنسان، إن أنا موجودة هني سواء في مؤسسة أو حكومة أو دولة أو عالم، هدفي الإنسان، أوكي، تغيم عقب كل الرؤى. رؤيتي أنا شلون أحقق، يعني هاي بس ببساطة أي حد يحط له شيء، هي لأن الرؤية دائما ما تزيد عن 4-5 كلمات بالزود. رؤيتي أن أحقق حياة أفضل للإنسان، نقطة. إذا هذه انحطت كرؤية بيبقى تالي أنا أعرف متوجهة حق شنو. بس إذا كانت رؤيتي أن أنا أخدم أوامر تيني، إذا رؤيتي أخدم كرسي أنا قاعدة عليه، إذا رؤيتي أخدم معاش أستلمه، فهاي اللي صاير الآن. إحنا الآن في هذه المرحلة الفوضى، لأن ما في يعني التنمية تحتاج فكر، الفكر يحتاج يعني هو يأسس حق الرؤية، والرؤية تؤسس حق أهداف واضحة. لأن أنا مدام هدفي الإنسان ورفاه الإنسان وحياة الإنسان، إذا هذا بيوجهني أنا شنو اللي أسويه، الخطوات اللي أسويها ويصحح لي مساري، حتى لو انحرف يصحح لي مساري، لأن مقياسي هو الإنسان، ارتقى أو لم يرتقي. مثل هذه للأسف مفقود. شكرا لكم على صبركم.